إذا كان القلب مفتح يرى الحق فيتبعه ويرى الباطل فيجتنبه. إذا كان بصر القلب مفتوح ترى نور أهل الله، ترى أنوارهم. أما إذا كان عيون ما في ترى أجسادهم. هذا الفرق. في لك عيون في القلب بتشوف حقيقة الشيء، روحانية الشيء. ما في لك عيون في القلب بتشوف الجسد، شعرات الدقن، وجه كبقية الناس. هذا فرق يا أبي، هذا فرق بين من له عين وبين من له لا عين له، بين المبصر وبين الأعمى. هذا مشان أنت تسأل نفسك، أنا يا ترى عيوني مفتحة ولا عمياء؟ إذا كانت عمياء لأركض لعبد الطبيب، طبيب البصيرة. طبيب البصيرة يكشف لي الغطاء عن بصيرة القلب فأدرك الحق. أما إذا ما لك، إذا ما رحت لعند الطبيب تبقى أعمى وتلقى الله وأنت أعمى. وإن الله فجعل لكل منكم عينان في رأسه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا كان عم تفكر بالآخرة أكثر من الدنيا فعين قلبك يصلح، وإذا كان تذكير الدنيا أكثر من الآخرة فروح يا أبي دور على طبيب العيون. طبيب عيون القلب ما أقلهم بهالزمان. يمكن تدور مدينة ومدينتين وثلاثة وعشر مدن، يمكن تلتقي ويمكن ما تلتقي. صار وجود عالم القلوب، عالم البصائر، صار أندر من الجوهر. ممكن تلاقي الجوهر لكن ممكن الشيخ العارف ممكن ما تلاقي. يلي الله بيجمعه دليل إنه الله عز وجل أراد له عزة الدنيا وسعادة الآخرة.